إسرائيل دورشت من مدينوت عربيوت لأخزيرة كاسبيا يهوديم. أحيا التلفزيون الإسرائيلي مؤخرا للمرة الأولى ذكرى طرد اليهود من الدول الإسلامية، وطلب الرئيس الإسرائيلي روبن ريفلين الدول العربية باستعادة أموال اليهود. وزعم ريفلين أنه يجب استرجاع أموال اليهود التي بقيت في تلك الدول، مشيرا إلى أن طهران وحلب، مراكش وبغداد، صنعاء وطرابلس كلها أماكن ممنوع دخول اليهود الإسرائيليين إليها، في الوقت الذي فيه الكنوز الثقافية والأملاك اليهودية دمرت وسلبت من قبل حكومات تغمرها الكراهية. ومن جانبه أكد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستقاضي كل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب لاستعادة ممتلكات اليهود الذين اضطروا إلى الهجرة من هذه الدول في أعقاب قيام دولة إسرائيل.